عجل كلاندو وقلت موتو هناك متلف. اها وموتو هناك ده داير شنو يعني؟ شفت موتو هناك؟ شفت موتو قاعد في زمان ده. ايوه ها كان الناس بتشافوك دي تقول دور اللي شامر كرتلين ده. يا سلام في موتو اسكات شي بركات. يا سلام موتو اللي مرق ورا جديد اخر موتو شنو شنو كوكي خلاص غم باترو هكذا. انا كل شيء بس دقيت نص كاي. نعم ايوه السوفينير نشوفه مش ميزاك. ايوه ده شغل راس جاي ورا. شكرا شكرا المشاهدين ومشاهدات الكرام، اكيد انتم دائما قاعدين تتابعوا وبرنامجكم برنامج ينفاني ينفاك في تيلي تشات. فنجوا في لب الموضوع. ايوه فيها مره واحده ما تدي كونفيانس اوين واحدين ده كامل كونفيانس يعني ما بده لراجلهم في كونفيانس قاعد اذا كان الله يخليك كان ماشي خدمه كذا بنيت. ايوه ما تكمل كلامك. نعم كلام انا فراسه قاعد تاجي بس انا عندي نفر سو سو قاعد. تمام خلاص قاعد نورد نور لك ده. ايوه مره ده راجلك كان سبق لك بس ما تخدمه كل ما تعمله. نعم شغلك ده ما ماشي بكان عزبات بس لباسك ده ما لبس انا الدور تمشي ليه عزبات. يا ريا مر زيني انا ندور نمشي نفتش كان فتن نجي نمشي نروش بكره رفقنا نمشي نانس كيف من وتا خلاص يوم واحد قعدت سي كده ما خلصت ده يوم قمت وقد المرك صبيت الكف كف بس يقول دخل الداخل اجل اجل شهاده لقيتها. ايوه قال لهم كان انت تمشي نمشي شيف بعيني. أيوة. نعم. والله إن كان تمشي وين كنا نمشي. نعم قال لك انا والله ما كانش مكان. قال خلاص قام قال خليت مرقين ده. إيه قال تقفليني بس شيء خلاها قايلين انجمو كي خلى مرقين دقاي كي جاي انس كي. قال انا دار ندور نمشي بكره رفقه. قال اي فضل خليتك كم ما تمشي مكان ازمه. هي هي ايوه قال انا ما نمشي مكان ترى. نعم اوكي راجل ده مرق تاري تابت انقرا. ايوه دقت لفيتها ومرق ورايا قتي تابي. هاي اسكت ساكت. ايوه فين جميل انا شافين جميل ما يعرف شهر 40 وين. ايوه يعرف بالي كان شافي وين. يعرف دمب وين. تمام مرق في شهر 40 ركب في قطرو رايح تك 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 انقرا تك 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 شغل بدك يشوف مرتك جاي هناك جات شافته وسوى مش ما شافها سوى كبت فاقوم ما فكر لا تعالوا عندي خبر كذا قاعد تابي. نعم هيدي تابي وتتلبد ورا وتير دول كي كذا جدد دهب في ايوه دهب ايه ثابت. يا سلام ايه جابوا لي عيال كثير. ايوه شفتي. نعم مرت قاعد تابي تتابي بس وشغل بشافها هو كل ليه يركب وموتو ولا يمشي بشغل برجلين بس. ايوه تك تك من شافين راح كك 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 من على رب وجهنا ادم شيري بس من على مكان نعم برجلين بس تب 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 يا من وصل في بالي كان زامبي. ايوه رامبويا اللي عندي شغل كيد. ايوه وصل تك. نعم مرد وصل في ايه تك بطن مين هناك ده ليه جبت شال بطن من رامبويا انا كان زامبي بطن يدور يقبل على الدم. ايوه كل بطن درد تك تك بس ايه دقم انت شغال تكيف. ايوه وقال شنو بك شغال شاب مرت. نعم انت شنو شاك لان دور تابعك ناس بقى تمشي مكان اوين يا تاري انت قدر قاعد تروح ساكت دان والنار. ايوه قال انا رواق بس شغل رواق شغل رواق بس بقى وايد فرتك جلي بس. قال انا ايه تعال شيل لي الكلام ده قبل البيت. قال كيف قال خلاص شيل قبلي شيل قبلي شيل الكلام ده لا لا ودي البيت. ايوه شغل ايلم بس ده كله ايلم بس فهد دقيقه تك. نعم ايه ترى انا قلت اللي ساك فده ذات كله عباره عن وصيه لبعض من الاوين اللي ما بده كمان يعني كونفيانس للراجل. اذا كان بس الراجل كان مشى للعمل هي كمان يعني بتقول ان كون هو مشى بيسوي شغل اخر. بالا فنتمنى كمان ان شاء الله لكل المشاهدين وبذات المشاهدات اللي هم اللايين أيوه. عشان بيتابوا المسلسل كان مره نجا مره نجا قاعد في الداخل في بره كله في بره كله أيوه. خليك تتابعي. بالا اوكي فهل يعني علاج توا يجب بس عشان راجل اذا كان جاب بخدم بقدر بوري مونتا انا سالير حق لي مره. ايوه ما انت انا سالير انا مرد. ايوه بقى وايد الرجال قاعد يلبطوا. تمام ومر كان تنتي مونتا سالير هناك ده امباكر كان يوم شيك بدور جيبك قلت لك انا نعرف كيف كده وديت لي ازبات كده سيد شنو. ايوه ادوت بقى وايد كرسوك كان كرسوك ما انا اور سيد لكن أيوة. وفي هل واقع توري بس تمام قصه وايد ممكن نلقوا نسم قصه قاعد. نعم انا جرد يا جميل. نعم يا سلام شغل اهلين دايما فاتني بيرروش كل يا سلام شفت. نعم مرده بروبليم شنو هو يمشي كان ماشي ترافاي كي جدا
ويجي الراجل اه ودك انا حقك انا الدواس دايما سي مشكل تمام جامت كده اللي قال لهم فرشت بيتي وايت صغير كبرت الذين ما انت ادب وانخف نعم. حرام بقيت سعيد قالوا كان قالوا هرين ما مره وايد في البلكار اللي يجي لاد بكلام شكشك ايوه شوف راجل ما عنده نعم. ما عنده خلد نعم يوم جاء لابس قبل شنو قال قالهم والله مفرشت ناسين ايوه ناسين دي ياتو قال مره خلبانه ايوه دست لا انخف ولو تويت لا كده انخرج من قبل دوار هي ما ولد ما ناس درين ايوه خوفتهم ايوه ما ردك انت كما داوس ما ناس قدرانك نعم انت ما اللي ما رجال اخوانك ما تدري اللي ما عيالتك ما اوين ما سي الغلق ظابط مش لك ودو انا هذا مش لك بر ازر بس سو سو وقع تمام يوم وايد هي ما فيها بس نادوها في التليفون قم تالي تالي سو خلى ها راجل قاعد داوس ديك راجلك ها شالت كلاندو نعم واو دياتو شالت كلاندو تو دلوا اللي قاعد في ناس ارمى نعم. شيل فوق الراجل بس أيوة. راجل بس شيل تتب 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 دسو لان دسو دسو تروال بنين نعم هاي 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 جرفوا فوق ايوه لان تاري اول انا ادم انقوى ايوه ما عندك ما عندك نعم. خبر ايوه انت رد يجيب تيت تمام ويرجع قوم بس كان تمر راجل بعدين كان قام يشيل يرمو رمو قريب كرسيت كب ناس ده جسوم ده يوم الدواس عديل يوم الدواس ما عنده فوق سكين نعم يوم الجمين السمع نعم يداوس بايدين بس ناس بوني بس الله يخليك ولا خلباك ولا خلبته نعم ده لمس قر لمس قر ويجي يور بتيزي ولكن تعرف الدواس نعم اما ناس شيء بس شيء تعرف شو شو الدواس كل بيقول انه ماله نعم برجل تلف الدواس ايوه مرد قاعد شيف راجل اللي يرمو 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 بس ورا قاعد قال الحمد لله خلاص دائما يور لي الدواس ما ناس ده هو ده هو قبل جيش قال كلام دمان قبل لي بيت خلي اجي سمع اجي سمع قبلوا بيت جا غير شيء كي راجل جميل من بكن دواس من بكن دواس اخباش ايوه جرى كم قال قال انت قال انت قال ما انا برد انت بردك نعم انا ما انا برد شنو سواك قاعد شيف شيف انا خدبك شنو سواك قال والله يا خير رفيق نواي بيتنا تيني تعرف الناس اصلا بيت سما هو قاعد يقول قاعد بيت تيني بيت تيني وخريف جاي اللي قصرنا ادله الدسان ده نسني ببيس نسني بحفار نسني ببيل نسني براتو خرنا ادلنا له بيت برد اصلا انت قال من برد كان قال قال ما عندي شيء في مسكين ايوه ده بس شغل جاباني بيت نعم قام ديك مرة قال استغفر الله اصلا في هناك انا ماشي اود الراجل الله اكبر ايوه قال انت في هناك ده اصل انا في الدواس كده ما شفتها نعم الدواس بينه راجل يوم الرفاق كرواي رماك رد كرواي ايوه في شعر مش الكي نعم الناس لما مش الكي راجل ده خلقك كي انت خلقك كي راجل سوف بيني انت سوفك ما بيني نعم ها يوم الرفاق ده مركوب كل ما عندك رماك كل ثلاثه ناس ورو ده ايوه انت مش قاعد تفتش حتى كل الناس اول ما ينتقد نعم ما انت ولا نادم اخر ايوه خلاص ما هي شربتك ايش خلاص شربتك شربتها الله يخليك قايك كلام يورلا ما في نعم قايك بس مرة دم ورث لك انت ولا ما انت زنبلت ايوه قايك قال والله هو خمر جل انت اثنين كنت ناقب انا ابوكي ها يا ده ما خلص فيك تو انا ما ادو انا ما ادو خلص ايوه هو خمر جل انت اثنين من فوق ناقب انا ابنا ايوه ها ما اللي ناقب ايوه نرجع يا تو نعم صابر شو ادري ولا شنو انا الليف نعم انا قلت لك انت قاعد نادم ايوه اما في قدره نيا على الله ثاني ولا نعم وده حق نادي هناك من نادي من قهوه يا سلام وما نادي جنود يا سلام تمام باقي لنا بس دقائق عشان البرنامج بيكمل شنو الشيء وايد تاخير كي تسوي لنا وبدا خلاص نكمله الحلقه رقم 8 ايوه الشيء الاخير الاخير ده انا اب جندل ايوه اب جندل ده نعم وده شنو جداد ولا شنو اي جل ايوه شو جل نعم انا اب جندل ده ايوه اب جندل ملك السلام نعم جنه الاباليس جنه الاباليس نعم هدى ده نادم ندو هدى كان اسكو ساك جاي في نايم في نومه بس هلم نايم هلوها يوم النايم ده دم سنغم وروغ قبل ترقالم تمام قال هو في ديكري مرق اب جندل ملك السلام نومه دنتل بوست ديكري غروف تيلي تمام يوم انكرا ديلي بريز دي فونكسيون لو تيل 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 باساسيون دي سيرفيس فيلم بس دخل لما قال وزير باساسوني سيرفيس زي ما انت قاعد تسلم الناس خدمت دو نومي دركير انت ده امشي كي انت ده ما ندور نشوف في خدمتي وانت ده وجهك ده انا اللي مسرك شبينك ده انت تسرك كما جبك تمرك من خدمتي ما انا ما ندور انت جيب ابقى نجيب اخوي لان ده كله كيف الهيلم فيلم بس ايوه انا فلانتون نجيب اخو نواي من دربر انت امرك اوكي ويا الدركير جابوا له الجاب له كازين كازين كوكا في بيرو ايوه الجاب له كازين كوكا
هنا أجاب له خنماي ربط خنماي الأول خنماي هنا أجاب خنماي هنا بقراي هو كان يلي جاي أز الناس هو أنت ده أول دركتير الكابينة هو أز در خليه الكابينة ده أمشي فيه شيف سيرفيس هناك بس أنا كمل مانس أنا ريسورت إيمان بس أنت ده أوكي همن جاي قسم الناس ده خلاص جاي سيد سيرفيس هناك أيوة هو أنت ده ما أنت دوركتر أنا قال أمر أنت ده فوت يعني أورجانيجرام أنا أورجانيجرام أنا تربيه ربي أيوة أنت ده فوت أنا كمان دورك بس قال لك سواك النوم ده شتت أيوة فكأنك بس نوم ده شتت بقى يا رب قبل لين وامد نادم الله تردد قبل لين ندور في بلد قبل هل لك النوم كم رات والله انت في هيلم بس وخلاص بس ان مشر حاسدين نعم انت كان انت في سيد ودم مع الناس كثر تردم كل ابو تردم الله اكبر ينفني ينفع اي ينفني ينفع ودم عار المشاهدين ومشاهدات الكرام انا اتليكات خلاص بدا تكمل حلقه حقنا رقم 8 الله يخليك انا ينفني ينفك رقم 8 وي. فان شاء الله نشكر الناس القاعدين بيتابعوا معانا وتابعوا معانا خلاص عشان جميل الناس هنا يا تو تمام ونشكر ايضا المهندسين أي. المهندسين الكاميرمان الرياليزاتير دول بس قدرنا سوينا البرنامج لكن متابعه سعيده ما باقي برامج هنا التليكات ان شاء الله ربنا انا كل هذا ده ما انا خليك مكان ده ودي نقول فوق عليهم ده ديكور انا ده ديكور ناتيرن اللهم ده نقول فوق ما ديكور لازم امشي فرش مكان دق تابل سيس كوره انا ما عندي ده نعم في جنب جتاتني جنب البوب انا وكلمنا نعم ميرسي المشاهدين الكرام هنا التليكات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا في إطار برنامجنا برنامج ينفاني ينفك برنامج السخافي فده كمان الجزء رقم 7 فنذكر المشاهدين دايما البرنامج كمان قاعدين بتلقوا مع الزميل بشر أكليكي فحتى الآن يعني ما شايف بشر أكليكي إذا كان جاء نسوي البرنامج فإلا كان ما جاء كذلك أنا توالي بس نواصل معكم البرنامج ينفاني ينفك ينفاني ينفك كل المشاهدين هنا التليكات قاعدين بيتابعوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا يا بشر جليكي أهلا السلام ورحمة الله يا سلام أنا ربط خلا ما يتدي ألوم جيل لنا بخنا هاي أسكو ساقط شكرا المشاهدين ومشاهدات الأكرام دايما نحن كمان قاعدين في برنامجنا برنامج ينفاني ينفك طيب بس اولا باولا نقول السلام عليكم ورحمه الله في برنامجنا هنا اليوم ينفاني ينفك عندنا مواضيع كثير دايرين نهج فوقها ده كان سيء الموضوع الاول دايرين نهج فوقها مساله انت الاوين لانني بعد من الاوين سي شيء بيسووا في البيت ما في بدون الاكل ده بيسووا اشياء وادين بتلقاهم ده وادين ده بل ابو نشيل خشمك ايوه شد خشمك ايوه انت تقلو هوا نعم اسكال السيده نعم مرك انت مرك ده ايوه ما نوري خنا ما يتقبل ولا امشي خنا ما يتقبل خلي بعدين قبل نشوفك خلاص هو ده نوري لي برنامج جاك الله خلي برنامج جاك ده ايوه شفت اوين وارين ده نعم في النظام السيسي اول ده مره بس كان انت ما فيك بيت ده مرتك فضل ده ما عند خدمه ولا زي خدمه اثنين ولا ثلاثه ايوه اكل انا ملاها ناس خمام دول عيال دول ده ما هم بس يوكبه تمام انا اول دول ده كان مؤثر اللي جوده خلاص دول ده لغو جي الفي ابلكاسيون على التليفون دي نعم ايوه انت فوق 6 ده هوي فجر 6 نعم كريتيك اشي 1 2 3 مرض قال على مانجلي ايوه انا جيت بيت ده نعم كان سالت مدام يس قال ما انا برسه بيتي يس ها اخذت خلاص يس ايه دبل مو المرض من الخشم 1 2 3 كما عيالتك انا كمل لي يس كمان انا قلت له الانجليه انا اللي جيت وين يا دنيا يا زمان ها ودك ايوه يوم واحد انا كي جيت نعم
جيت لقيت قايل ابو سكسي قلت والله التليفون ده انفجر. نعم قمت يلا قال لي يلا قال قمت قلت له سيك خلاص اكل جاهز فضل ملي انا ما لازم نسيت ما سبيت ترى امشي سوق وجيب لي ناكل. ايوه قال لي يس. قلت ايوه ده ما سكسي بس علمك. ايوه انا كنا عارف الكلام اللي بينوري بانجليا واي. نعم جيت اشي هكا قلت لها مدام كيف خبر شنو الفرج ده شيء انا نومي مفرج بقى. نعم قال لي لابس سكسي نفرج هسه بس قلت اجل اجل قبال انا نوم ثواني. قال لي يس بس انا كل قلت لها اسمك ما تفرج خلي. ايوه 1 2 3 4 6 تلقتك. ايوه انا جميت يا سلام وما 6 بس في 6 بس هي. ما 1 2 3 4 6 بس. نعم. انا قلت دق وصلت 6 وقلت متعلقه لان يعني ده ذاته كله عباره عن وصيه لبعض من الاوين بعد من الاوين حتى بدون ال 6 شيف الافلام الواحده دي يعني اذا كان بس كان شافوا ده الوادي لحد بتخلي اكلها يعني يهرك يهرك دين يهرك. اسمه شنو نادلي اسمه شنو سبانه من الهرد. ايوه بس اللي يهرك يهرك الله يخليك اسمه مريق افن. نعم ها يقوم تخان ازرق تلوم فده مشكله جيران كل يوم يعيرون في اطار برنامجنا ايام فني انفاك نتمنى كمان كل الاوين الحاليا قاعدين بيتابعوا معنا ده أيه. عشان يعني بدو اهميه لراجل يوا ما دام بدو اهميه بس للمسلسلات زي الوان كله كان قاعد يتابعوا بزياده ده. ايوه الراجل هنا ما يرسبكتي يشوف شي شي بس أيوة. نص ده خليه يشوف انت ليش اكل تمام ان شاء الله. فلا في الموضوع الثاني كمان نهجه في احترام هنا المرأة. هل المرأة تدي احترام للراجل او الراجل لا بدي احترام للمرأة ولا اذا او كمان ال في خنا ما يتدي. ايوه عرفت لك. ايوه او الوالدين ما ينتو احترام للراجل انا كيف كيف ممكن تقدر والرجال الوالدين كل ما ينتو احترام للمرأة. ايوه هما احترام ما بفرنسي قالوا ريسيبروك ريسيبروك. نعم ده ينتهي اهو ده اللي ينتهي اهو هو هنام ده وارين ده ما يجي. شفت كيف؟ نعم راجل ده مرد ما يجي اسمه تفسير تفسير أيوة. اوروبي كلام انا خران ها جلو فوق كي راجل كان تتوي ده جنه ديريكت راجل كان سيلو شغل انت دخلت ما جنه لا موت ده قال لي دور هذا كي كل ورلم سو سو. ايوه مرد جات بيت ده. نعم خلك انا الراجل ده كمان مخصل تخصل له. ايوه ما رابسيت رابسي يا سلام كربات انا كل علمت كربات كربات. ايوه مركوب دي سراج كنت دق مرد قاعد تخدم الراجل هذا الراجل يقول يوم اجب قال انت مدام المجد اللي جيت وين فكرك دي جبت من وين فكرة سمن تمام اكل كل كانت تاكل ماجي ولا ما ناكل سبحان خليت تاكل ملي ولا شتي تاكل ويلو بالليمون ولا تاكل شغل مرد سي الراجل هذا كان حلو. ايوه خلاص يوم واحد قام قايل كبس قام قال مرتي مدام تعالي جات اسمع كلام اخر ما نور لك. نعم انا في الدنيا كي جنة انا انتيتك انا انا يا سلام فضل الله. ايوه راجل ما كان يتجنى لمرتي. نعم. كان خدم اللواء دين. قال في الدنيا كان جنة دي انتيتك كان ما صدقت دا كنا هلف لي خرن تمام فك. ايوه مين هلف لا خرن قام قرب خشم بس ما هلف لي خرن وقول مين اور لا خلص مرتي ما اور تصرفكانا راجل هلف خرن شنو من نعرف ركانا قال خلاص انت شلتي بريمير خلاص في البيت. ايوه شنو كل كان دوري سي. نعم تنتي ما لي ما يبري شنو كل خلف حرام خلاص. ايوه انت على كيفك ما راجل وانت جنة لمرة. يا سلام هايك اللي قالت اوكازيون فلانجي فوق شنو خلاص مرة مدام اكل قايوة اكل ما سويت هلا انا جلدي ما له لي اكلانك واسا خلاني شي كان قال نجمل نفسي على خطر انا جاي عندكم أيوة. شيل 40 شيل خليهم يجيبوا لك ما في خشم مغزى ملشي كيف ملشي كيف فضل ده على سوق بقربور مده. ايوه برمده وين عيالك يجيبوا لك حي خلاص في وسخان دور نمشي خدمه ده يا انت يا راجل خاصوا لك يا رب وين يعرفوا خاصين يا اصرفي امك كيف يمر. نعم حي انت مرد اول زمان كيف واسع كيف انت يا هلف خران خلاص انا زي عندي فرقه. ايوه ايش مانك ما شيء من هلف من هلف خلاص خلاص هو الراجل دقاي شغل سماير. ايوه دق راسه وكله قال لك شغل فاتا راجل ما اسمه شنو اسم بني ادم ما بهيم ده. نعم ما شغل فارقه ما كم مسوي الله يخليك شغل فارقه بني ادم ما بهيم ده ما الي الي بس. نعم راجل دقاي يفكر كي قال انت مرده كلام انا هلف خرنت بس يا قايت ايبيني كده ولا. نعم مر ما تمشي ودر كل نفوت. أيوة. فاتت هي انت بس وقر مش ذاك. ايوه اوكي قايك يا بجوم واحد هو قايل في الرايق قاعد تسي اكل قاعد تسي ماما ايش قاعد تسي بي اسمه شنو بيقرد قاعد سي لو 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 بقاي كيف تقمق هو راجل اللي قاعد خفرات كد كد سامي سامي ده قاعد يقدر يجري اي قال كك مرة قال انت شنو راجل اللي انا مسويته كك بهارد هذا بس قال خران ده بس كسرت خران ده بس الاول لا الاول ده بس كسرت خلاص كسر خفلت. نعم بس مرة قال اسف بتانا خدمك مش الاول لا. يا سلام يا سلام بتانا تخدميني مش الاول يا سلام
هي نقدمك بس أيوة. هاي امسك رباسي خليك فرتك فرتك أيوة. رباسي امسك يا لك داير القران يكسرك كيف خفله يا فني يا فني يا فني فعلى كل حال خلي العوين حاليا قاعدين بيشاوروا التلجات ده بسو خلي كمان ان شاء الله اذا كان الراجل ده قال لك شغل 90 ممكن 90 يكون افضل انت مره بس كما تدي تاء لراجل كده وين جنة ما يخلف الامر ده تقول تلقي مشكله اه الموضوع الثالث كمان يعني بعد من الناس هل يجب كي عشان يعني المسلسلات اذا كان انت بس قاعد في بيت مع مرتك وما عيالك تقدر تشوف هيا خلي منك أيوة. اللي قصوا قاعد تمام شوف انت ليه ما عيالك ما اوينك ده ايوه ذاك بتاتا انتردي نعم عشان تيلي دين ما تعرف شغل قاعد يجيب في تيلي شغل انا ادب فيه نعم شغل انا ما عندي ادب كل قاعد وتيلي ما لما أيوة. هو قاعد يخد برنامج بس نعم وانت يا فرقرام الداء امشوا عيالات امشوا بوبيتو هناكم داخل تمام انتوا يا رجال امشوا فيليب انا كارتو وناكم داخل انتوا الرجال دول كما مرتك شوفوا قولوا شوفوا ايوه راجل اللي عنده مشاكل شيء كما مرت اول قاعد يشوفوا سوا نعم يوم الصباح يا البيت داخل هناك هو قاعد يشوف في التيلي خلاص مرت الدور تورو كلام مر مالي قال قام قال انت قاعد تشوف شنو؟ قال قاعد نشوف هندو نعم هو هندو قال ها اوكي بس شيء كي مرت جا قاعد جنبه قال كان يشوف معك هندو هناك ده قاعد يشوف هندو كي بس الراجل ده سوا كي شوف كي هو 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 غي خني ايوه غي خني بس قام مرت قام ورث قال شيف الرجال يا اخي شيف سمعنا الرجال ايوه ده ما انا ما ادق ايوه ده انا ما ادق اه انا ما ادق انا ما ادق ده انا ما ادق شيف سمعنا الرجال يا ايوه بس قال قال ها سي ده اللي سمع شفتها وينهم كم مره بقول زياده بينا يا بني يا بني انا ما ادق سي كونتر كونتر ايوه كونتر سبلا انا كنت سبيت له الله يخليك ما شفت اوينهم قال اوينهم جد زياده بينا الله يخليك شوف لك اوين يا يعني بس شي مرد مرق بالسوفا سوات قال شوف لك سوف انا هلاك ولا عندي بيرك في اللوب ولا ايوه بس قال يا سيدي تيلي انا كده نعم قال مالك كلامك مرك ايوه خلاص نقول ولا انا نشوف ولا انت كويس بس قال له تيلي قرمج تمام هو نفس الموضوع ده لان يعني في واحد في واحد كمان ان شاء الله يعني اذا كان عنده مشكله بس أيه. مع مرته أه. يعني هو راقد وشاف الطياره الطياره ماشي بفوق هاي تقول ما قريب قريب انا فرانا ايوه طياره ماشي بفوق بس مرد كلام التوري ما تعرف بس ورت أيوة. الراجل قال كي لان هم اول كي هرجوا هرجوا انه مشاكل صغير كده تمام ايوه هو جاي شفت لي خبن خب دير ايوه فكت لي وقال شف بس مرد قال شافت الطياره وايد ماشي فوق نعم. الله اكبر ايوه شوف الرجال السعودي فاتوا الله اكبر نعم. ماشيين عمره في رمضان ده رجال فاتوا وقام قال ها رجال سيئة ابنك ولا في قايف لب قايف في بيتي هناك كلام ده كمل قال ما عنده ابوك ما تاير ابوك بلا فالمشاهدين الكرام تليشات وشاك برنامج ينفاني ينفاكا انتم دائما قاعدين في اطار برنامجنا برنامج اليومي برنامج ينفاني ينفاك بشر تشليكي نعم الموضوع الاخر كمان في بعض من الاوين لان اليوم ده اتركزنا كثير كل الاوين اسف بعد من الاوين أيه. اذا كان كالراجل بهج لا هيتي ننن ايا ننن ايوه قصة نوكاي الله يخليك اي دج ده البيت ورده تم الراجل الله يخليك تم الراجل تمام ايوه انا مره داوم شفت مره دي نعم كلام كثير نعم هل اليوم ما تعرف من الاخرين قبل تعرف ما جارتهم دي ايوه جارتهم دي تارين ده اخوتها وادي سبا ذاتك بلجم نعم طب برد مش انا بو انت وانت نار اخر كل فوق تمام ام ثلاثه كل داب هي وايد بس ايوه بلجم خلاص مرد يوم قام كلام تاس ما تاس تاستي ما تاستي انا تاستي قديت بقول لون وي مرد جارين نعم. انا قال شو ببيت نعم والله كذبناك انا والله شيك جاي او ما يرقي كده بس اخوتها الرفيق القرقيتها رجعت من سوق درب نعم. شنو شغلكم نعم قال انا كان اول مره ما هيدي دي بتجرتي مش عاد تاستي خالنا ايوه قال انت امشي نق لزتها لمرد يا ابو قلت شنو وقلت شو عندما كان هاي كلام تاستي انقر يا تاس انا كيف بكنت ما بجر فوج بكنت نعم تقول كان خلوك تنقل واسب انه كبسك نق فوق والله يا القرقتي ايوه نق فوق يا اس بس يا من تب 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 لام جلده مارن ايوه حسب النق فوق كده والله اس فوق عشان كنا نقل نشيب قال انا والله نق ماك انت قبس انا كان هاي باي دوس انا هي انت بيدك كيف ايوه والله نعم انا نلم ما بس ترى دور تخلي دوس انا ما كتر نلم بس كان ما تقول انا لكن ما عدد نلم انا ماشي بس انت اي انا كان ماشي ما تنقل نقل حسن نقل نقل ايوه انا ما كان هاي بنفسي بس ماشي بيتي ايوه اه فات الدخله في هوشه قبل ننن نن 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 كما عجبك في الهوشه ننن نن 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 نن
كان يقال لك قاسي كله نعم ينفاني ينفاني مرق شنو ايوه قال ده ينفاني 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 كان سي ما كان دور سي مشكلة الله خليك سي ما قدرك سي ما قدرك لكن هذا مش كلامك مفتل انا برا يرمك يقعد فوق كيك دق دق دفنك وتبل فوق تمام في اطار برنامجنا ينفاني ينفاني بذات في الاسبوت الابيزود رقم 7 صحيح السلام في الابيزود رقم 7 باقي لنا بس يعني اخر موضوع ايه الموضوع اللي حصل الاخير ده كمان يعني بنحجه كذلك في مشكله عن الاوين ايه لان بعد من الاوين ده الاهترام رجال ما بدهم ده صحيح بريمير بريمير اها والثاني حتى الراجل ذاته كله ما بدي احترام لمرته والمره كلها ما تنتي احترام لمرته ده ما قلنا الاهترام ده اللي ريسبروك يا تقول يهترم نفسه يفسد فلا عشير كان سويته انت مع مرتك اها يمرق برا هيا عشير جاي هل الراجل بس بمرقة ولا عشير جاي حاس جاي ايوه عشير جاي حاس بيك ما في فلوس بالهيلين ايوه انت كان بقيت نادم عندك عشير مرتك ما عندك عشير نعم وقبل ما نورينا عشير ما نوريك انا خنا ما ايوه ايوه خنا ما يتك ده خنا ما يدا ايوه انا سم فوقي وانا شوف السخير ابو سم فوقي اسم نعم قال انت سم فوقي اسم علي تو وليدك سم علي تو نعم يدور يشوف جست ثاني ايوه انا قلت اول نشي له خمامين يم يم دول مشروبات ده أيه. شفت كم مشروبات ده ما يشاب نعم يجيب له دم اخر ايوه دم ده نعم ما شفت فتش كده اللي لقيته ده الصغير ده وده لقيته قبل شفت ده اي اي شفته اه لقيته ده بلا رب اي تعال بني شوفك في تري ايوه ده ده دخل ما كبير ولا صغير خلي كل يشوفه نعم طب انت عارف ايه طب اه فكن يوت هل شفته نعم تعال انت اقعد في سيسير اه شفت خرمايه ده نعم انا سويت شواني سويت شواني خلنا ما يد ما نعرفه اللي بعدين يورد دور كبش قدرك ايوه هو يدور انا ده اللي جيت له مال ده بس نعم هل ليه ما استمعين على جاي يشوفون المشاهدين ايوه القاعدين بيتابعوا خلنا ما يد دي تم انا وتعالي شوفوكم تنغالي تم انا يسودوا اسم ولا ما تم والله ما تم ايوه دخل واحد نعم هو علم قاشبتنا جدا انا اقول ما بوليس ما شغل فرغان الا انسين ايوه ايوه علم ده انا اقول جدا جد جاهز جاهز يا سلام اذا نقول بليه بري نعم دوك انا اشير للاوين مرقوما يمرقوا ده ايوه عادين عندنا شغل واحد بشش اه عندنا شغل واحد فيه نعم نص ما نتمول في البرنامج الجاي ده ايوه ولا شنو نص ما نسبول في البرنامج الجاي في الابيزود الابيزود الجاي رقم 8 ده المشاهدين ومشاهدات الاكرام هنا تيليكات بيدخل يختم الحلقه رقم 7 اي 7 ابيزود في اطار برنامجنا ينفاني ينفك فنشكر كمان كل المشاهدين أنا تلكت كان تابوا معنا من مختلف الأراضي الوطنية التشادية أو كمان تابوا معنا كمان من دول أخرى بر وقاعدين كمان بتابوا تلكت كاميرون دول من الله يخليك سانتر أفريك فلا من فرنسا فلا فنتمنى كمان أن تقضوا أحلى فترة مع باقي برامجك أنا تلكت متابعة سعيدة شكرا يا أخي وخنا أنا ما يدك تعال تعال نمشي أنا خلاص متابعة سعيدة أيوة أنا نفوتوا نمشي نودوا أيوة وبعد ذاك من طول نمشي نودي انه عم تخن تخن يعرفوا بكم مرقين ايوه